مشاهدينا الكرام، اسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نتواصل ونجدد اللقاء من جديد من ارضيه عاصمه الميادين ميدان الوثبه. ينطلق بحفظ من الله ورعايه شوطنا الرابع في تعداد هذه الاشواط، هذا الشوط الذي خصص للقعدان المهجنات الاصايل لسن الثنايا، ليوم الثنايا هجن ابناء القبائل عبر قناه ياس الرياضيه. من تتابعون هذه الانطلاقات نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط لنجد مع المقدمة أثمد محمد بن عبيد بن سعيد السبوسي من يقدم لنا هذا الاسم وهذا الشعار، هو من يسيطر مع البداية والمسار الأول. كفو ثانيا محمد بن خميس بن راشد الظاهري من يقدم لنا كفو مع المركز الثاني. المركز الثالث الواصل والمنطلق مبلش سالم بن سلطان بن غالب المنصوري من يقدم لنا مبلش محتلا مع المركز الثالث. رابع المراكز اللي في المركز الرابع بدأ ينطلق مباشرة ويتقدم بهذا المسار والانطلاق. هناك شديد تعود الملكية مشاهدينا الكرام أو شاهين سعيد بن سالم بن حمد العويسي من يقدم لنا شاهين مع المركز الرابع. خامس المراكز السليماني مغير بن سالم بن حارب العميمي محتلا مع المركز الخامس. المركز السادس وصل زعفران سعيد بن حمد بن هادي بن عامر الإحبابي محتلا مع المركز السادس. وفي سابع المراكز الظبي محمد بن خميس بن عبد الله السعدي يقدم لنا الظبي محتلا مع المركز السابع. وفي ثامن المراكز من ينطلق مباشرة بهذا التقدم والمسار يأتي اللي هو الغالي عبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبي من يقدم لنا هذا الشعار اللي صال وجال بالإنجاز والنواميس. نشوف اللي في المركز الثامن أو التاسع المراكز، نتأخر لناتي بالعشر الأوائل من تزين أرضية هذا الميدان عاصمة الملايين ميدان الوثبة الذي يشهد هذا الانطلاق ليوم الكبار ليوم الثنايا. نشوف اللي في المركز التاسع وناتي مع المركز التاسع في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، يصل مع المركز التاسع ويتقدم بهذا التقدم. ياتينا ملبي تعود الملكيه من يقدم لنا ملبي طهميمه بن مطر بن عنوده العامري. اما اللي في المركز العاشر وينطلق النصر عبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبي من يقدم لنا هنا مشاهدينا الكرام هذا الشعار وهذا القعادين في هذا الشوط. نعود حيث البدايه، لنعوده مع المقدمة، لنعوده مع الصدارة ومع المركز الأول مشاهدينا الكرام. من يتقدم مباشرة ويأتي أثمد مع الصدارة منذ الانطلاق وهو مسيطر مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. يا سلام، تعود الملكية من يقدم لنا محمد بن عبيد بن سعيد السبوسي في مقدمة الشوط ومع المركز الأول. يا سلام، مسيطر منذ انطلاق الشوط هو مع البداية ومع المسار الأول. ثاني المراكز اللي في المركز الثاني، كفو محمد بن خميس بن راشد الظاهري من يقدم لنا كفو محتلا مع المركز الثاني. المركز الثالث ثالث المراكز السليماني مغير بن سالم بن حارب العميمي من يقدم هذا الاسم مع المركز الثالث. نشوف اللي في المركز الرابع الواصل زعفران يغير من مركز الى مركز، تعود الملكية سعيد بن حمد بن هادي بن عامر الإحبابي محتلا مع المركز الرابع. خامس المراكز الظبي محمد بن خميس بن عبد الله السعدي من يقدم الظبي محتلا مع المركز الخامس. اللي في المركز السادس نشوف اللي في المركز السادس يتقدم شاهين سعيد بن سالم بن حمد العويسي ينطلق مباشرة ويحتل المركز الخامس. المركز السادس سادس المراكز الغالي عبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبي من يقدم هذا الاسم وهذا انطلاق والتقدم الممتاز. يا سلام، الواصل في هذه اللحظات هناك ياتي وياتينا النصر عبد الله بن طويرش الوهيبي من يقدم لنا النصر ويقدم لنا الغالي. وهناك ايضا الواصل في هذه اللحظات مبلش سالم بن سلطان بن غالب المنصور. يا سلام، ما تبقى الا القليل عن الناموس. هناك مشاهدينا الكرام النصر عبد الله بن طويرش الوهيبي وينطلق في هذه اللحظات. ارى اللي هو يتقدم ملبي طهميمه هنا بن مطر بن عنوده
العامري من اللي وصل أدهم سويدان بن عبيد بن سويدان العامري أول إذاعة لأدهم، والواصل والقادم هملول وصل هملول أول إذاعة بشعار الصعب محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي. يا سلام الصعب في ركاب الصعايب أول إذاعة لهملول، هذا الشعار من يعرف الطريق جيد للرموز والذهب. نعود حيث البداية، لنا عودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى الصدارة الأولى، من يتقدم أثمد مع البداية منذ انطلاق الشوط وهو مسيطر مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول، من يقدم محمد بن عبيد بن سعيد السبوس. يا سلام بدون أي منافس ولا منازع على الإطلاق المباشر منذ انطلاق الشوط وهو مسيطر مع الكادر العلوي مع المركز المطلوب مع المركز الرائد في عالم هذه الرياضة ألا وهو المركز الأول. في مقدمة هذا الشوط المركز الثاني اللي في المركز الثاني كفو محمد بن خميس بن راشد الظاهري، المركز الثالث اللي في المركز الثالث الظبي محمد بن خميس بن عبد الله السعدي بقيادة أبو تميم. هنا مشاهدين الكرام حمد الحبسي من يتابع لنا هذا الانطلاق القادم الواصل في هذه اللحظات، زعفران سعيد بن حمد بن هادي بن عامر الأحبابي يا سلام اللي قادم وواصل في هذه اللحظات، سليماني مغير بن سالم بن حارب العميمي الأسامي تقدمت الكل بدأ ينطلق. مشاهدين الكرام هناك اللي هو النصر عبد الله بن طويرش الوهيبي يا سلام، ولكن وين البدايه وين المقدمه يا سلام في مقدمه الشوط مع المركز الاول يتقدم الجميع ينطلق مع الصداره، هناك اثمد مع الصداره مع مقدمه الشوط مع المركز الاول محمد بن عبيد بن سعيد السبوسي وصل مع الكيلو الاخير، لا بعد كيلو الا الناموس ما تبقى إلا القليل، بانت المنصة هناك الناموس، السلام يتجول، أين تتجه التهاني في هذا الصباح يا سلام مع شوط المهجنات الثنايا القعادين يا سلام اللي قادم الظبي، الظبي قادم الظبي محمد بن خميس بن عبد الله السعدي يا سلام قادم بكل قوة يبي السلام له للسلطنة، يبي الفوز والانتصار والإبداع في عاصمة الملايين، عاصمة هنا مشاهدينا الكرام الميادين ميدان الوثبة، الظبي ينتزع الصدارة، الظبي يا سلام، بو تميم يتابع الانطلاق، اشكرك يا بو تميم على هذا الابداع، على هذا الاداء الذي قدمه لنا الظبي يا سلام في مقدمة الشوط، المركز الثاني كفو محمد بن خميس بن راشد الظاهري يا سلام، غادر الجميع انطلق لناموس هذا الشوط الى الفوز والانتصار، محمد بن خميس بن عبد الله السعدي ومشكور يا ابو تميم من يتابع لنا هذا الانطلاق وهذا الابداع وهذا الفوز والانتصار، لحظه وصوله مهديه للسلطنه هذا الناموس هذا الفوز والابداع والانتصار. سلام 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 السعدي سلام بو تميم وخاله على هذا الفوز والابداع والانتصار، لحظه وصوله الى خط النهايه معلن الفوز والناموس محمد بن خميس بن عبد الله السعدي على هذا الفوز والانتصار، والتهني لك يا بو تميم. المركز الثاني هناك مشاهدين الكرام من اتى مع المركز الثاني اللي هو ينطلق الزعفران سعيد بن حمد بن هادي بن عامر الاحبابي، المركز الثالث المركز الثاني كفو محمد بن خميس بن راشد الظاهر، المركز الثالث زعفران سعيد بن حمد بن هادي بن عامر الاحبابي، المركز الرابع رابع المراكز اثمد محمد بن عبيد بن سعيد السبوسي، خامس المراكز نشوف اللي في المركز الخامس هناك قاصد منصور بن حمد بن الاصل الشامسي، هكذا النتيجه مشاهدينا الكرام. التوقيت الزمني سعد دقائق 26 جزء واحد من الثاني، تهانينا وناموس لمالك الظبي على هذا الفوز اهدى الفوز والانتصار مالك مشاهدينا الكرام الظبي محمد بن خميس بن عبد الله السعدي، المركز الثاني 9 دقائق سعد دقائق 29 ثانية جزئين من الثانية، من اتى مع المركز الثاني كفو محمد بن خميس بن راشد الظاهري، ثالثا زعفران سعيد بن حمد بن هادي بن عامر الاحبابي، قطع المسافه في زمن وقدره 9 دقائق التوقيت الزمني
تسع دقائق 33 ثانية. خمسا من الأجزاء تهانينا لمالك زعفران سعيد بن حمد بن هادي بن عامر الإحبابي، تهاني